والعالم يحتفل اليوم باليوم الدولي لليوجا وذلك للعام السابع، حيث ازدادت شعبية هذه الرياضة خلال السنوات القليلة الماضية لا سيما في خضم جائحة كورونا. وفعلا أثبت علم الأعصاب أن اليوجا والتمارين الأخرى مفيدة للدماغ تماما كما هي مفيدة للصحة بشكل عام. المزيد تنضم إلي الآن هنا في الاستوديو سحر هنيدي بالمر، مرشدة حياة في شركة سحر هنيدي. أهلا وسهلا فيك سحر، شكرا جزيلا حضورك معنا اليوم. شكرا لك ولقناة الشرق. سحر، كنا دائما نفكر انه دماغ الانسان بيخلق مثل ما هو بعدين ببلش بكش بيصغر وبيموت، لكن هلا صرنا نعرف بالعكس فعليا هذا الشيء الدماغ بيتجدد، وفعليا انه الممارسات التي تجمع ما بين التركيز والحركه هي بتسهل نمو الدماغ وقابلته على صحيح على التغير. بس كمان هي ظروف اللي بنتعرض لها، يعني قد ما تكون ظروف تشالنجينج فيها تحدي هي اللي بتخلي الدماغ انه يعيد تركيب نفسه بطريقه مختلفه. في عالم بايوكوجنيتيف ساينتست وهو كمان فيلسوف امريكي كتب كتاب حقيقه عظيم قريته يمكن من 19 سنه. بالكتاب في جمله صغيره كثير يعني ممكن بسهوله انك يعني تمرق عنها بدون ما تشوفيها. فبيقول انه الدماغ بسبب تكوينه وتطوره إله القابلية إنه يكون بلاستيك. هلا في إلاستيك وفي بلاستيك. إلاستيك بالنسبة للأعصاب للجهاز العصبي، بلاستيك للدماغ نفسه إنه في حالة تطوير وتغيير باستمرار. ففي عملية اسمها بوست نيتال فيكسينج ديزاين فيكسينج، يعني بعد الولادة الدماغ برضه لسه بيعيد تثبيت تكوينه تصميمه بمعنى عشان يتقابل مع تحديات الحياة. فبيقول في هذا الكتاب وهذا الإشي فعلا صعقني إنه حتى دماغ الضفدعة اللي هو الحيوان البسيط البدائي بيقدر بخلال ملي سكند 1% من الثانية إنه يقفز بطريقة تفكيره وتطويره حتى يقدر إنه ياخد القرار الصحيح يواجه التحديات أو المخاطر. فإذا الضفدعة بتقدر تعمل هيك معناته البني آدم مخول أكثر إنه يعمل تغييرات عشان يقابل التحديات ويحافظ على توازن نفسه. كيف هالتمارين هيدي، تمارين اللي فيها يوغا اللي فيها أيضا تركيز اللي فيها شوية تخلي يمكن شوية رواء، مش تمارين واحد عم يركض بملعب، ممكن إنها تساعد على إعادة تشغيل الدماغ أو الأعصاب. هو طبعا تكوين الإنسان إشي معقد كتير لأنه في عدة أجهزة بتشتغل مع بعض، جهاز الهرمونات، الجهاز العصبي إلى آخره. بس في تفكير ومخ وشغلان فكر، وفي جسد. إذا بدك تهدي المخ هدي الجسد، إذا بدك تهدي الجسد هدي المخ، لأنه في ترابط بين الاثنين. وبالذات لأنه يعني الدماغ الجهاز العصبي بيمرق بكل عضو بالجسم وبأثر عليه. فطبعا في آلية إفراز هرمونات اللي بخلي واحد يعصب ويهدى. لكن إذا بدنا نبسط الأمور ممكن نبدأ بالجسد. لازم الراحة، لازم الحركة الدائمة. يعني إذا فهمنا آلية تكوين الإنسان، الإنسان معمول حتى يمشي ويتحرك ويعمل رياضة. مش حتى يقعد بمكتب. فلازم يعني خاصة الناس مثلك أو الناس رجال الأعمال ومساء الأعمال اللي بيشتغلوا، لازم كل مثلا 15 دقيقة يقوم ياخد لفة يرجع يقعد. في إشي تاني بالنسبة للفيروسات، إنه الفيروسات بتتخبى وراء المفاصل بالجسد. فأنت كل ما تحرتي كل ما ساعدتي تطردي هاي الأشياء. إذا حافظتي على هذا التوازن بيضل الدماغ بتجديد مستمر. وفي جزء من الدماغ بيجدد نفسه وإنت نايمة. يعني أبسط الأمور إنه الإنسان يحافظ على إنه ينام بارتياح، ياخذ نوم كافي ووافر. مواعيد النوم صح. مواعيد النوم صح. ومش بس هيك، هلا في دراسة حديثة إنه إذا راح عليك هذا الأسبوع نوم لازم تعوضيه. يعني النوم، ساعات النوم لازم تتعوض خلال الأسبوع. فمعلش مثلا إذا بنهاية الأسبوع أعطى نفسه إجازة، نسي الشغل شوي ونام أو ارتاح، الجسم قابل على إنه يعيد تشغيل نفسه إذا إحنا أعطينا له الفرصة. سحر، موضوع التركيز موضوع كتير مهم بالأيام اللي نحن عم نعيشها. الواحد قدامه شوفي كم ديفايس، 1 2 3 4، وعم نحكي بنفس الوقت. كيف ممكن الواحد يقدر يركز أكثر؟ وليش يعني ليش ضروري الواحد يركز مشان يقدر ينجح؟ هو ضروري يركز إذا بده يوصل لهدف معين. كل زي ما حكينا، كل ما ريحتي الجسد ريحتي الدماغ. كل ما كنت انت مرتاحه جسديا الدماغ ممكن انه يتحول بسرعه ويركز وقت ما بده ويسرح وقت ما بده. فهي عمليه توازن. فالتركيز مهم
إذا بدنا نوصل لهدف معين قدامنا مهمة معينة بدنا نحققها، غير هيك أنت مثلا مرتاحة. إذا بنحكي على البرفورمانس تبع البرين، يعني إذا بنحكي على كيف العقل ممكن أنه يكون أداءه أفضل، يعني حقيقة ببساطة الغذاء اللي انت بتاكليه بده ياثر على الدماغ وعلى التفكير. وفي دراسه حديثه لقت انه السكري او ارتفاع مجال السكر هو ممكن انه يسبب الايزهايمرز بالمستقبل. فاذا ما بتحرقي طاقه كافيه مثلا بتغير تركيب المخ. فخلينا نبسط الامور حتى نقدر انه نعملها. ممكن الواحد انه ياكل غذاء سليم، يقلل مثلا من الكافيين، بتصير قوه التركيز اكثر. حاليا تعلمت من بنت اخوي الماتشاتي اللي هو الشاي الاخضر، فعلا لقيته انه بيعطي صفاء ذهني، وصرت اتخلى عن القهوه تدريجيا. ففعلا الغذاء الكيمياء اللي انت بتاكليها رح تاثر على البرفورمانس تبع الدماغ وعلى التفكير. وهذا كله كيف بيفوت باليوغا؟ اليوغا انت عمالك تركزي على الجسد، فزي ما قلنا اذا ركزتي على الجسد وريحتي الجسد برتاح الدماغ. فهو اليوغا نظام حياه، يعني معظم الناس بتفكر انه اليوغا هي عباره عن حركات غريبه. ابدا، هي فلسفه حياه، اسلوب حياه. فلما تركزي على الجسد برتاح الدماغ. الشيء اللي بيواصلنا مع الدنيا كلها هو النفس، واساس اليوغا النفس. اذا تنفستي بطريقه سليمه تقدر انك تعادي تعيدي موازاة الجسد، تحركي المفاصل، تعملي الاسترتشينج اللي هو كله بيساعد الجسد والدماغ انهم يكونوا بحالة توازي. فاليوغا كتير مهمة. ويمكن اللي ما بتعرفه اغلب الناس انه حتى اليوغا لكبار السن مهمة جدا. فهي مش عبارة عن حركات صعبة، ممكن في يوغا الكرسي. يعني والدتي الله يرحمها سن 92 سنة لغاية اليوم اللي توفت فيه كانت بتعمل يوغا، نساعدها على تحريك الدورة الدموية، شغلات من هالنوع. فاليوغا أي حركة أي رياضة بتركزي عليها رح يرتاح الدماغ. لأنه عندك مهمة واحدة تركزي عليها. سحر، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا سبا.